هذه المساواة الآن تكلم الناس فيها كثيرا، ونحن نقول إنها ليست معدومة، هي موجودة بطريقة معينة. خذ ولكن إذا قلت لي أنا مثلا غير هذا المنطق، أنا أخذ النفقة لي، الحضانة لي، السكنة لي، تعرفوا بعد النفقة بعد التطليق والطلاق شنو يسنى؟ متعة الطلاق، النفقة ديال الطلاق، إسكان الزوجة، إسكان كذا، نفقة الإرضاع، مجموعة كبيرة من نفقات المرأة لست مطالبة بها. إذن كل شيء هذاك ناخذه، ولكن مع ذلك ماشي هكا اللي بغينا، المناصفة خصنا في الإرث. لا، إذا طلقت شي حاجة وشد حاجة، إذا باغي نقول أنا ما بغيتش نقول أنا ما بغيتش الإرث بهذيك الطريقة، بغيت المساواة في الإرث، وبغيت المساواة أيضا في الإنفاق، ماشي نفق غير أنا، هو أنا نفق، أنا ما بغيتش حضانة غير لي، بغيت سولوا المرأة تقول لكم شنو غادي. وترون المجتمع المغربي ماذا يقول؟ المجتمع المغربي كاع ما عنده غرض في هذا الشيء. المجتمع المغربي لا يفكر في هذه الأشياء في البوادي، عنده هدرة أخرى وعنده. على كل هذا الاجتهاد الذي قدم على أساس أنه سوف يأتي بشيء جديد إلى نبدأ في الأول قضية سن الزواج. وأنا بلي هو هذا الذي يلح عليه، لأن كثير من الناس، أنا نقول لكم نيشان من خير، أنا ما لم أشارك في هذه الدول الأخيرة سميته، ولا ما نشاركش فيها، نعرف نوع المشاركة، لأن كاين شي حوايج راه هاد الناس الآن حنا نناقشوا ومجتمع يناقشوا، وشي وحدين قول فأنا نتحدى إلا كان جابوا شي واحد في التلفزيون ديالنا حنا نخلصوا عليه، ولكن يفوتوا غير اللي غادي يقول ديالهم التلفزيون، ما تفوتوناش حتى حنا نقول غير نلغاو لكم، قولوا السلام عليكم، قولوا لنا لا انت غادي تقول كلام فرا المساواة فرا المناقشة فرا ها ما كانش هذاك ما كان لموسى. بعض المرات نشوفوا شي ولا خصكم تنبهوا، اش نقول لكم؟ اش يقولوا؟ قولوا هذوك الفقهاء راه مراقدين مغفلين، فوتوا هذا الشيء وفوتوا بالك علينا في راسنا، ديروا فيهم اللي بغيت. حنا غنقول حنا ما غاديش نقول، حنا لا نطمع اننا غادي يكون الشيء اللي بغيت، حنا نقولوا فايقين بكم صافي، بغينا نقول لكم لا اشنو مشروعك وماشي ديالك المشروع، حسابك شي واحد يقول لي المشروع ديالو، والله ما ديالو، نجيب له منين بدا هذا المشروع ديالو، من بكين وحنا جايين، ماشي ديالك تقول لي المشروع ديالي انا اجتهاد، ما كان لا اجتهاد ولا والو، هذه خدمه راك تاديها وصافي من بين الناس العادي، وانت ما انت تريد تطاف المجتمع، انت ما يقول لك لا انا ارفض هذا، تقول لا خصك تقبل هذا الشيء. اذا ما كان لا نقاش ولا والو، كاين استدراج، هذا استدراج باش نوصلوا واحد النتيجه نقولوا صافي. الان يقول شوف المساله، يقول لك الان السن القانوني، والان كان هذا هو اللي بقى تقريبا الذي يتكرر او اللي غادي يشدوا فيه شويه، نحافظوا على سن 18، ما نزوجوش الفتاه او القاصره او الطفله، كل مره يسميوها طفله، هي 17 عام ونص طفله، ومن الناس كي تكمل 18 تولي امراه، بارك الله 17 ونص ما يفوتوش الطفله، تزيد 6 شهور صافي ولات امراه، غير بالبطونه ولات امراه، تخربقوا على الناس. انا نعطيك الان وانا نقولها الان كل واحد، انا نتكلم دابا الكلام، انا عارف بلي اعداد الناس ما يبغوش، ما عجبهمش الكلام، تعجبكم ولا ما يعجبكمش، حنا نقولوا الصح، لان واحد الوقت غتجبر بالكلام ديالنا هو الصحيح. هذه فتاه عندها 16 سنه 16 سنه و17 و18 متماثله، ماشي شي حاجه، لا طفله مزيان في مدونه، اذا كان الانسان بلغ 16 وكان محظورا يمشي يرفع امر القاضي، قل انا بغيت ترفعوا علي الحجر، اعطيونا المال ديال الوالد ديالي، يستجاب له، دي 16 المال ديالي، وصلت 16 زيد اسيدي دير شحال، دي 2 ملايير ديال باه ولا ثلاثه معليش، اللي واعر هو الزواج، عندك 2 ملايير ديها لعب بها كي بغيت، والزواج لا ما تقدلوش تايا، مازال خاصك عامين. جهات اللي قالت لنا قالت لنا هادشي، يعني فرق الاجتهادي وادير. انا لما نشوف الان القانون والمجتمع، المفروض ان القانون يلبي حاجه المجتمع،
نقول لكم شي حاجه، كاين شخص عنده، دخلوا مع المغاربه لداخل، ما تجيبوش الكلام من برا، دخلوا من. انا نقول لكم عائله راه عندكم حتى انتم في عائله، كاين العائله اللي فيها ثلاثه ديال النساء ما تزوجوش بنات ولا لا، تعرفوهم ولا ما تعرفوهمش؟ ثلاثه اربعه ما مزوجينش، يجي وحده عندها 16 جاب لها الله زوج، لا خلي حتى تجي 18 واجيبوا لها انت ذاك الوقت توصل 18. حنا عندي مشكله في البيت ديالي، عندي مشكله ديال هذا سميتو، جاب الله احد اعرفه دينه، انت ما تعرفوش تهضر عليه بما انا نعرفه، انت تتحدث عنه غيب، ما كانش انت تقترح على رقم، انا عرفته وعندي نساء عوانس والنساء الان ولا قال احد منهم، وانا ذكرت هذا مره بعض المرات في بعض المناسبات، نساء مسكينه كثرت اللي ما تزوجوش وكذا، بداوا ياخذوا في بعض المناسبات ياخذوا الالبسه التحتيه اللباس ديالهم اللباس ويوضعوه في الطريق في واحد المزار واحد الضريح، الناس كانوا يمشيو تما ويجيو من الليل، اللي يجي يقول لك نطلب الله يوطى لنا في هذيك باش الا وطى فوق دوك اللي زاروا ذاك السيد راه تزوجوا، ما بقى لك سوى ما تزوجوا ما لاش لشغف المراه، لان العنوسه ايها الاخوه والاخوات عندكم تبقاو شمتوكم فهاد العنوسه شيء فظيع، ماشي الان ما تبقى المراه بحدها في البيت، ماشي الاجره عندها، عندها الاجره وعندها المنظر، لكن ما عندهاش اللي يتم بها، مرضت عندها اللي يمشي معها المستشفى، ما كاينش مجتمع، اخيرا اذا كانت عندها حظ يديوها لدار العجزه، روحوا شوفوا دور العجزه شنو فيها. اذا بعض المرات ماذا يقع في المجتمع؟ ما ادري ان كان الناس يعرفون هذا ولا، اذا جاء شخص يقول له 18 وهذا راه وقعت مرات، ما عندهاش 18 ما تزوج ما يكتبولهاش العدول مزيان. ايوا سيدي واش نديروا حنايا جمعنا والاهل ديالنا وكذا، ديروا واحد القضيه، ديروا العرس، داروا العرس وداروا خليوا هذاك الشيء هكاك حتى توصل 18 نوثقوه. ما عرفناش الشرطه غتدخل العرس تشوف لهم واش ما موثقين ولا ما موثقينش. الشرطة الآن كي تشوف راجل معمر ما تهدرش معاه، مزوج متقمش معناه تبقى في الانتظار، وإذا ذاك الزوج ما ظهرلوش يسلها ويقبض ويخلي المرأة هكاك. وكاين بعض الأسر في البوادي يطلبوا من الزوج إذا ما عرفوش مزيان يقولوا أعطينا ضمانة، شنو هي؟ شاك، المرأة تزوج بشاك ديال راه ماشي حنا نفترضوا هذا راه واقع، ما كاين المرأة عندها حق باش تزوج علاش ما تزوجهاش؟ شكون اللي ضروا راسو؟ شكون ضروا راسو؟ هذه 16 سنه ولا 17 سنه لا خصها 18، ما الفرق ما بين 17 و8 شنو هو؟ اعطيني. لا انا ما شكون نقول لكم احنا ما نفرضوش، انا نقول لكم غير من ناحيه انتم تركوا عقلاء تكلموا على العقل والعقلانيه، قولوا جاوبونا، ولذلك لما نكون في النقاش هذا السؤال طرحناه، ما عمري شي واحد ما ناقش ما جاوبني فيه، وجاوبوني باش نقولوا دخلنا في نقاش، ولا تقول انا اللي قلته قلته صافي انت قول اللي بغيت. فهمتوا؟ إذن هذه أشياء من هذا القبيل ديال سن الزواج. حنا نقولوا الوضع الذي كان موجودا في المدونة السابقة، أنا شارك في المدونة، كان عادلا. كان القاضي يستدعي الأسرة، يستدعي الطبيب كذا كذا، كاين البنت اللي ما يمكنش تزوجها صغيرة ما عندهاش، حنا هذا نسأل عنه فيما هو دون ذلك. حنا شخص يقول لي الله يخليك واحد الفتاة، هذا دائما راها بلغت مثلا علامات البلوغ فيها وهي صغيره، ولكن مسكينه ما عارفه والو ما تفهم والو بحال الدين ديالي، نقول له مازال خليها عام ولا عامين صوم. انا نسون احنا لان احنا نراعي الاشياء حقيقه، احنا ماشي متقيدين احنا لا نؤدي واجبا نؤديه لاخر ابدا، فنقول ان من المصلحه انها لا تصوم لان اكتمالها ما كاينش، والقاضي كان يفعل ذلك. القاضي كان القاضي انسان وكان يقول لك هذاك الاستثناء، لان كانوا استثناء الان 73000 حاله، يقول لك هذاك الاستثناء اللي كنا نديروا استثناء ولا اصل، ولينا 73 حاله 73000 ديال الحالات الزواج ديال القاصرات. معنى هذا؟ معنى هذه الحاله الاجتماعيه كاينه. واش نبغيت؟ المغاربه كذبوا ولا كيفاش؟ 73 حاله مفروضة، والناس أرادوا أن يحلوا مشاكلهم حل معهم المشاكل، ما تفرضش عليهم سلطة، وإلا في الآخرة كتندم على هذا. إذا كان الإنسان
17 سنة 18 سنة ما كاينش، وانت في نفس الوقت ترحب بالذين يأتون من الخارج، مثلا شاب مع صديقته عندها 14 ولا كذا، استطعت تقول له ما تمشيوش للوتيل، ما تمشيوش، لا راه 18 ما عندكش، ما تدخلش في داك الشبك، هذاك تدخل في الخصوصيات ديالو، هكا يقولوا له هذيك تولي خصوصيات. فنحن نقول يجب ان نكون قانونيين وانسانيين، واسناد الامر الى القضاء هنا هو شيء في نهايه العدل والوجه. ما قلناش كل احنا في المدونه كاين 18، ولكن الحالات الطارئه نراعيها، والقضاة كانوا يراعون هذه الحالات الطارئه. اذا فمعنا لاش نطولوا فيها.